مخاوف واشمئزاز وتذمر وانشغال الشخصيات الحكومية المستمر من الفضاء السبراني وما يزعمونه بالعدوان الثقافي، تاركين الشعب الإيراني أعزلا بلا حول ولا قوة في مواجهة كورونا، ومستنزفين رؤوس أموال الشعب الإيراني في بناء الأجهزة القمعية. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى على تخوف حكومة الملالي من انتفاضة مقدرة محتومة في البلاد. ومن الأمثلة الجديدة أزمة قرصنة واختراق نظام الوقود، فبمجرد وصول التهامس حول ارتفاع أسعار البنزين إلى مسامعهم وخوفا من العواقب، تصدرت شخصيات حكومية المشهد ونفت ذلك. وقال متحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس النظام: لا مجال لطرح موضوع غلاء البنزين تحت أي مسمى. كما سارع وزير داخلية حكومة المعمم رئيسي بالورود إلى المشهد قائلا: لا توجد أي خطط لزيادة أسعار البنزين. ولكن ما هو سبب هذا التسارع إلى إنكار ارتفاع سعر البنزين؟ لماذا نشهر سيارات الشرطة في جميع محطات الوقود؟ الحقيقة هي أن مرآة انتفاضة نوفمبر قد تجلت شاخصة أمام النظام، عاكسة رعب انتظار سوء العاقبة. فبإمكانية مواجهة الشعب له في أي وقت وأي لحظة بما لا يتوقعه هاجسه الوحيد الذي يقلق مضجعه اليوم. نعم، من حق الملالي الحاكمين أن يخافوا من القدر، فقدرهم المحتوم هو الإبادة والزوال، أما الحرية فهي المصير والقدر المحتوم للشعب الإيراني.